السلام عليكم، لعبة جديدة كارتل تايكون للكبار فقط. اللعبة فيك تجيب فيها أموالك بالطريقة العادية أو بالطريقة القذرة، ممكن تتاجر بالمخدرات إلى آخره. خلينا نشوف هاي اللعبة شو وضعها وندخل بالقصة تبعها، وفي توتوريال بيعلمنا البيزك، فأنا أول مرة أجربها طبعا، فخلينا نشوف شو التوتوريال وشو الوضع ونشوف كيف، يعني كيف طريقة تجميع الأموال. اوكي، اذا التوتوريال بلش. مسدس وما مسدس، شو ايده خفيفه المسدس. ضربناه عين دغري. حلو، ممتاز. عزز في صفقه مخدرات هلا بدها تصير. ليكو قاعد حاط الجنزير ذهب سناسل. هلا متاكد انت من هالصفقه او شيء؟ اتفقوا تصور هيرمانو. هيرمانو صحيح، هي القصة يمكن شيء له علاقة بابلو اسكوبان بكوبا بهيك شغلات. الصباح الاوفيس كابو خافيير كوارتيز، ايه يعني هي بهالشغلات اتوقع. اوكي، خلينا نشوف شو بنساوي. نقرا كل شيء. اوكي، عم يسأل انه ابوه جاي ولا لا، ولا شو الوضع. هاي الفتل فيها صور، انا بالنسبة لي اكثر من رائعة. You can also rotate the camera using the QE keys or the scroll wheel. جدا حلوة جدا. You see that هذا التليفون can provide important situational. لما يكون في إشارة معناتها في information مهمة. Right now that hint is telling you to turn on that farm. اوكي، هلا هالفارم صار فينا نشغلها، نشغلها بالعمل. يمكن توقع هي مخدرة. فرجوك الأرض شو ممكن. لا والله في عندك خضروات وبن، مو بس مخدرة. أوكي. Your data. Me? What do your friend seems? I was studying poetry. Want my opinion? كان so. شعر قال. Okay. You're going to do it. هتعمل العملية حساوية. Now you've got the farm working on some goods. Open the build menu. اوكي، القصة انه نحن اول شيء في عندنا مزرعة عم نبني فيها شيء، بعدين بدنا نبيع، نحط نبني مكان نبيع فيه. هيك انا كثير معجب بالرسم، اكثر من رائع الرسم. برودكشن تشين، صار في عندنا تشين. You're gonna need more than one farm to fill up that warehouse. قال هذا المستودع كبير، بدنا اكثر من فارم لحتى. اوكي، بدي كثر المزارع، خلينا نحطهم بشكل زرق. صار يجي معنا منيحه. اربعه من عارفين، هدول بيجوا لعند هدول، هدول بياخذوا من هدول. تمام. بيلد رودز، بدنا نعمل طرقات لنوصل. It's best to keep the roads simple. نوصل للشغلات بالمدينة. For you to build roads connecting the warehouse, the city, and the nearby area. And don't forget to connect those farms to the. في طرق ترابية ببلاش أو طرق مزفتة شوي أو طرق أسفلتية كاملة. هنروح على الطرق اللي هذا شقفات هي منتجي. لأنه توتوريال عم نتعلم. إذا بدك توصل. هي ساعتها بأول شيء المزارع تبعك بالمواضيع، بس ليش قلت لكم أموال قذرة وأموال طبيعية وكذا؟ ليكو نحن فينا نشتغل بالخضرة وبالبن، بس حاطين لك هون إنه في شغلات أفوكادو، كاكاو، كينوا. سرعة اللعبة مثل ألعاب البناء كلها فوق، يعني إحنا عاملين سلاسل بناء مئات الحلقات بالقناة، بس هي أول مرة بنعمل لعبة من هذا النوع بناء بس بطريقة مختلفة. هلا عم بقول لك هاي الكنترول كله في شيء بدنا اياك، الام كاميرا ما اذا بدنا نعمل كذا بنايه سوا فينا، بس هدول ايش فينا نشوف. هاي السي ما عرفت لشو، ايه هاي السي فينا نحطها نشوفه من ايون. في عندنا الام نشوف اوه هاي العالم كله، اذا هذا هو العالم كله يلي بدنا نتحارب معه ونسبقه. هيك الرسم معمول بطريقه كتير حلوه، كتير احلى من العاب البناء العاديه بصراحه، بس ما فيها التفاصيل لانه انت ما عم تبنيهم، هدول مبنيين خالصين، بس بصراحه كتير حلوين يعني. ما بعرف، المهم هي كانت بس انه نعمل 10. هاي مساله بدها وقت بس. Click on the book in the upper left corner to open. اذا بدك تفتح المنيو بتكبس البوك لحتى تشوف الشغلات اللي انا هلا سويتها. هي الماني. ليك عم يقول لك في طريقتين لتجيب ماني، الطريقة القذرة او الطريقة القانونية. بدي اياكم تكتبوا لي بالتعليقات
تحت المقطع لأعرف شو ساوي بالحلقات القادمة. بدكم نسلك بهي السلسلة الطريق النظيف، اكتبوا الطريق النظيف أو الطريق القذر. حسب التعليقات تبعكم بعرف الحلقة القادمة شو بدي ساوي، تمام؟ وهي الطرق، وهي بحطوا لك الشغلات، كل واحدة إلى ميزات وإلى سيئات. يعني أكيد ما بدي أشرح القصة، كل شغلة شو ممكن تعرضك لمشاكل وميزات بعدين. Uptime parameter uptime، هاي الطرقات اللي احنا اشتغلنا عليهم، والمباني هي يقولون البنات الثامنة. اوكي، فيد الماب كاربت هوتيل فلور نتورك اوف فور، الحكي كله القصة ما بتوقع بنيا بهمنا. Looks like you've got your first lieutenant and a handsome one. You can give a lieutenant an order by clicking on their portrait and opening their lieutenant order to move to the warehouse you built. هذا أول واحد جاء اسمه سلفادور روميرو. نكبس على صورته ونحط، بدنا نعمل له موف أو ديليفر، مو فارق. وحنحط له احنا موف حاليا، يعني بدنا نحركه وبدنا نبعته على ال شو بيسموه هذا، المركز تبعنا. وشاف الورهاوس وعجبه الوضع. Now that your lieutenant is at the warehouse, open their menu and select the ability deliver. See the amount you want to be delivered and show them where to take you. Deliver opium to the aerodrome. هلا deliver يعني تسليم، بعدين بنسلمه. Turn it on. بنسلمه 32، هو هذا هو المستودع تبعه. بعتناه والاغراض تبعه للمستودع تبعه، المفروض يعطينا مكافأة على هذا الموضوع او يكون مبسوط الى اخره. هي هي أول نقطة، أول نقطة تعاملنا معها. هلأ حنفعلها، مصير نتعامل معها على طول. هلأ بدنا نتعلم شيء اسمه الريسيرش، كيف نعمل ريسيرش، يعني نطور أي التطويرات تبعنا. التطويرات لها خطوط كتير، عارف أول حلقة بتكون معقدة، كل ألعاب هيك بعد ما تعلمهم. فالمهم عندك الترانسبورت كومباني، هي هي التطويرة تبعها، هي الحكي تبعها. فيك تغير رأيك تعمل ريفاند. فينا نسرع الوقت طبعا هون، نرجع نبطئه ما ننسى. Now that it's been researched, you can build us a transport company to take care of moving products from the warehouse. Make sure that the transport company is within range of the warehouse and make sure that there are roads connecting it to the aerodrome. اوكي. هلا فينا نعمل قناة او محطة شو بسموها هاي كومباني لنقل، للنقل، شركة يعني حد وسط بين رينج الأعمال تبعنا وبين رينج المدينة والأماكن الثانية. فهمت شو؟ هي شغالي اون. Now all that's left to do is tell the transport company where to deliver to. Open the transport company and set the aerodrome as an additional connection. Then watch the magic happen. نشوف كل شيء هون موجود. بتنقل لهون وبتنقل لهون. Ya está. The distribution of opium is now automated. Use the stop delivery order to cancel your lieutenant's current instructions and save his aging back from further. وين السيل زر السيل اللي بيقول عليه هاي؟ ما بدون ما اعملها ظهرت لحالها، فكرت انه يعني وقف. You can use dirty money to build too, you know. Open the CD menu and start construction of the taxi company with dirty money. اوكي، فيك بالاموال القذرة تبلش تبني اشياء. بيقول لك open the city menu وروح على البيلدينج. But the transport company can't carry cash. You need to use a lieutenant to transport it to the taxi. Oh, I wonder who's going to wind up with that job. بيقول لك انه الاموال القذرة، باب التكاسي ما بتحملها، لازم يكون في عندك عميل، يعني واحد مجرم هو اللي يوصل له المصاري، بعدين هن بيوصلوا المصاري. وليك حاطين لك ساعة ذهب، ساعة رولكس ذهب شكلها. المهم الإشارات الاستفهام، هذول الشغلات اللي أنا عملتهم لأنه تجمع. كنا نستنى لحتى تخلص التاكسي لحتى تبقى under construction. بعدين to the taxi company building. صراحة بصراحة أنا ماني شايف وين التاكسي company. العملاء لازم تدفع لهم مصاري كتير مشان يضلوا معك، هدول بهمهم بس المصاري، يموتوا كلهم تصير انت بدون حماية، فلعبتك بتورط شيء معقد، بس عم نكتشفه شوي شوي. انا هلا بصراحة عاجز، ما عرفت كيف بدي ايردروم تو تاكسي كومباني. اوكي ثواني، هذا هو الايردروم، بدنا من هون ننقل بس على هاد فعليا من الايردروم للتاكسي كومباني. بس انا قالوا لي وين تاكسي كومباني وانا بكون مبسوط، احط انه هو على المدينه، يكون بقلب المدينه، وانا خايف يكون موجود البناء وانا انتم شايفينه وانا ما شايفه. هذا هو ديك بس على هاي، فيري جود. فهي هاي التاكسي كومباني لسه ما بنيت، هلا بتبعت لها انا الاموال القذره مشان تنبنى. ناو يو كان لوندر ماني
هلا فيك تعمل غسيل اموال. بدنا نروح نقول له موف هذا مره ثانيه لهون، بعدين بدنا نجيب 8000 دولار، 8000 ونعمل لهم غسيل بشركه التكاسي. بعدين بيقول لك اغسل، بس اذا بنكبس على التاكسي كومباني في شيء غالي. فينا نزيد كميه الغسيل باليوم. بيعرف شرح غسيل الاموال، اكتب له اياه بالتعليق. ما بعرف اشرح غسيل الاموال، المهم بقول له غسلنا الاموال اللي سويناها. You'll need to build a another area on your map where you could build. لك هناك تبني بقى مكان للسكن، مكان للعيشة، هيك شغلة. Using the stop delivery command. خلينا نبني هون. اوكي حبيت الفكرة. هون لازم ابني ولا اطلالته على المزارع. اوكي. حلو. كده هلا بيقولوا لي حط طرقات. Home is where the heart is. And now the cash. For this to work, you'll need to set the aerodrome and the taxi company as additional connections. Connectionات طبعاً هو taxi company. Hello. Now you can use the residents to transport dirty money from the aerodrome to the area to connect the city. لنقل الأموال القذرة. معناتها أول شيء بدنا نبني طريق من السكن. هيك وصلت كل شيء بعده. كومبليت يا حبيبي. Let's see. So building and paying it. إذا هي الطريقة تبع اللعبة لهلا. Residences can deliver dirty money for the construction and upkeep of other buildings. So long as they're connected, of course. Using. إذا كانوا موصولين. Build a new warehouse. أوتوماتيكياً بيبعتوا مصاري للمباني تبعهم. Build roads to connect the new warehouse with the road leading to the. Use dirty money build a new warehouse. يعني كأن. حطينا. كل يكون مفصول مع بعضه. Keep on going. Keep on growing. Using dirty money. Build new opium farms within range of both the residence and the warehouse. And build roads to connect the new farms with the road leading to the residence. إذن عملنا مزرعتين لحتى نزيد الأموال تبعنا أكثر. وصلناهم كلهم ببعض. وصلنا الأشياء ببعضها. كلهم بيكون متقارب. حتى التصميم ضابط. الوضع قشطة وعسل. You'll need another transport company for your new production. Build one new transport company within range of the residence and the warehouse. Make sure to build roads to connect the transport company with the road leading to the last time with the road staying. I promise. إذا عملنا واحد تاني لنقل ال warehouse air warehouse هذا الجديد. أو نوصله هذا لازم بهي. Using that money build a new transport company. With your dirty money production chain good to go, all that's left to do is set the aerodrome as an additional connection for the new transport company. Watch the money roll in. خلاص هاي هي الأساسيات. You can hire new lieutenants at the residence and hire Tony Kim. Meanwhile, your old friend has gained enough experience to rank up. Why don't you open his profile and promote him for the large raise? شلون فيني بس عند الكمباني كار ريكروت لتيوتمن. اوكي فينا نجيب واحد في توني كوينتيرو 90000 دولار يا بلاش. هاي جبنا توني كوينتيرو والقديم تبعنا اللي هو هاد صار فينا نعمل له هذا هو بروفايله. نشوف كيف نعمل له كبس على هاي نقي التطوير يا التوصيل يا الأسلحة. بس مو حاطين لي غير أسلحة. فصار هلأ مسموح أنه هذا العميل يستعمل رشاش. بقول له هيك بيزيد أجره طبعا. صار رتبته هالكون. وهيك نكون طورنا أول مجرم. هلأ فينا نشتري شوية أسلحة من الجيران. نعمل بوز هون. ما بعرف ما فيني اكمل اكثر من هيك لاعرف انتم شو رايكم بهاللعبه وشو حابين. اكتبوا لي كل التعليقات وشوفوا الحلقه الجايه ان شاء الله اذا حبيتوا اللعبه مشان نكملها مع بعض. كان معكم عمر اون جن جن 1 ومع السلامه.